طلابنا الأعزاء، الآن إحنا بصدد شرح فانكشن جديدة مهمة جدا في تطبيقاتها في علم الفيزياء، وهي البيسل فانكشن. والبيسل إكويجن اللي بتمثل هذا الاقتران هي كالآتي: الستاندرد فورم إلها في إكويجن نمبر 1 هي إكس تربيع في واي دبل برايم زائد إكس في واي برايم زائد اكس تربيع ناقص بي تربيع في واي. المعادلة التفاضلية اللي شكلها هيك حلها مشهور اسمه دالة بيسل، بيسل فانكشن. البي هذا عبارة عن انتجر، هذا الانتجر مش شرط يكون هذا الثابت، اسف كونستانت، مش شرط يكون انتجر، ممكن يكون انتجر وممكن يكون عدد كسري، ونطلق عليه الاوردر اوف بيسل فانكشن، يعني مثل زي فكره الرتبه. ممكن الحدين الاولين الفيرست تو تيرمز ان نمثلهم بنوع مختصر اكس في واي برايم، الكل واي برايم في اكس، هذول الاثنين لو فكفكناهم هيطلعوا لي الحدين الاولين. اذا احنا ممكن نصيغ المعادله رقم واحد بالشكل الاتي زي ما انتم شايفين: اكس في اكس واي برايم الكل برايم زائد اكس تربيع ناقص بي تربيع في واي تساوي صفر. فمعادله رقم 2 هي اعاده صياغه للمعادله رقم واحد. احنا في عندنا الستاندرد سولوشن في كثير من المعادلات التفاضليه هي سري سولوشن، فممكن نعتبر واي هي عباره عن سيجما اي ان اكس تو باور ان بلس اس. لو اشتقينا واي برايم تطلع معانا النتيجة اي ان في ان زائد اس اكس اس ان زائد اس ناقص واحد. لو ضربنا الطرفين في اكس بروح عند الناقص واحد زي ما انتم شايفين. ثم لو اعدنا اشتقاق الطرفين مرة اخرى حتى نحصل على هذا التيرم، فحنحصل على نتيجة انه اكس واي برايم كل برايم هي اي ان في ان زائد اس تربيع اكس اس ان زائد اس ناقص واحد. وبرضو حتى نطير الناقص واحد بنضرب طرفي المعادلة في اكس، بتصفي معانا انه هذا الحد الاول في معادلة رقم 2 هو اي ان في ان زائد اس تربيع اكس اس ان زائد اس. نعمل جدول تبسيط للمعادلة بتاعتنا، المعادلة التفاضلية، وبنحاول نجيب الكوفيشنتس لعدة حدود منها. فمثلا لو جينا على الحد الأول وريك كمان مرة، بالنسبة لهذا الحد اكس في اكس واي برايم كل برايم، هذا الحد هيهان زي ما انتم شايفين، وبدنا نشوف ما هي قيمة الثوابت او الكوفيشنتس اللي لما ان صفر وان واحد وان باثنين الى اخره. فلو جينا اطلعنا على هذا الحد اين كمان مرة، لو حطينا هان ان صفر وهو الحد الاول هبصير اي نوت، وهان اس تربيع اكس اس اس هو هذا الخط. طب لو حطينا ان بواحد نرجع كمان مرة، بصير هان اي واحد في واحد زائد اس تربيع اكس اس واحد زائد اس. هاي بالمثل لو عوضنا عن ان باثنين بصير هان اي اثنين في اثنين زائد اس تربيع اكس اس 2 زائد اس. طبعا احنا بناخد الكوفيشنتس مرة لما ان صفر، مرة لما ان بتساوي واحد اكس اس اس بلس 1، وهان نفس الشيء لما ان بتساوي 2، والى نصل للحد
النوني لما إيه؟ لما لحديت الان. طيب نيجي على باقي الحدود اللي في المعادلة، في النهان الاكس تربيع مضروبة في الواي، طبعا الواي بالسيريز هاي شكلها، اذا هاي لما نضرب هان الطرفين في اكس تربيع بصير هان اي ان اكس اس ان بلس 2 بلس بلس اس بلس 2. وخلينا ناخذ الحدود لما ان صفر، لما ان بواحد، ان باثنين. طبعا ما قبل ذلك ما فيش حدود، هنبدا الحد فقط لما ان بيساوي اثنين، لانه احنا زي ما حكينا هان في عنا في الواي مضروبة بإكس تربيع، بإكس تربيع، يعني لما هذه هاد صفر بصير هان إكس أس أس زائد اتنين، لما نضرب الإكس تربيع في الواي فبصير هان إكس أس أن زائد أس زائد اتنين، فلما ناخد أن بصفر فإذا تطلع هذا الحد إي زيرو في إكس أس اس بلس 2، يعني وين بيجي ترتيبها؟ في هذا العمود. ها لو انتقلنا طبعا حنمشي وحنشوف انه حتكون في ازاحه 2 ما بين كل حد ومثيله بسبب وجود زي ما حكينا انه هان الاكس تربيع مضروبه في الواي. اما بالنسبه للحد الاخير اللي هو ناقص بي تربيع في واي، البي ما هي كونستانت، بتم ان نحط الواي، وبالتالي لازم نرتب الكوفيشنتس حسب الاعمده وترتيبها. يعني عندي ناقص بي تربيع في اي نود اللي بيكون فيها اكس اس ان، اكس اس ان، اي شوفوا كيف لو اخذنا واي زي ما هي وحطوا هان اي زيرو اكس اس اس لما ان صفر، فإذا الحد الأول اللي هو A نود مضروب في ناقص B تربيع، البي تربيع ما لهاش دعوة في الأسس. وهكذا احنا هذا للتبسيط بنحاول نشوف ما هي الكوفيشنس في المعادلة التفاضلية اللي مضروبة في X أس أس، واللي مضروبة في X أس أس زائد واحد، X أس أس زائد اتنين، لما نصل للحد النوني. طيب لو جينا على العمود الاول واخذنا الكوفيشنتس تبعتها، هنلاحظ عندي هان اس تربيع ناقص بي تربيع بتساوي صفر. طبعا عندي هذه معادله صفريه، معادله تفاضليه صفريه، وبالتالي لو جبنا البي على الطرف الثاني واخذنا الجذر التربيعي لكلا الطرفين فبطلع اس لها حلين، اما زائد بي او ناقص بي. لو جينا على السطر اللي بعده اللي فيه A واحد وجمعناهم على بعض، واحد زائد S تربيع A واحد ناقص B تربيع A واحد. لو أخذنا ال A واحد عامل مشترك طبعا هذه بتساوي صفر، هذا الجزء اللي في القوس لا يمكن يكون صفر لأنه إحنا زي ما شفنا هان S تربيع ناقص برد في يساوي صفر، لكن في عندي هان واحد، وبالتالي اللي بده يكون صفر هو الـ A واحد. إذا احنا بنقدر نستثني القيم الفردية وحنشوف فيما بعد، بدل حنبدأ في A واحد بتساوي صفر. نيجي على الكوفيشنتس اللي مضروبة في X أس أس زائد اتنين، هاي العمود الثالث، ناخد هدول مع بعض ومساويهم بصفر حسب المفاهيم الجبرية، ومنها بنلاحظ انه احنا ممكن ناخد الـ A2 بدلالة الـ A نود، بالتالي A2 تساوي ناقص A نود على 2 زائد S تربيع ناقص B تربيع. طب لو جينا على الحد النوني هي كمان مرة وبناخدهم في معادلة جبرية صفرية، زي
زي ما انتم شايفين هان عندي an وهان an ناقص 2، يعني انا بدي اجيب ال an بدلاله an ناقص 2 اللي معادله 4، اللي an بتساوي ناقص an ناقص 2 على n زائد s تربيع ناقص b تربيع. طب احنا سابقا قلنا انه الاس الها حلين، اما زائد b او ناقص b. خلينا نبدأ بالحل الأول. لو أخذنا الـ P بيساوي S، فبنرجع على معادلة رقم 4 وبدل S بنحط الـ P. بعدين لو فكينا القوس التربيعي وجمعنا الحدود فبطلع ناقص AN ناقص 2 على N تربيع زائد 2N في B اللي هي معادلة رقم 5. كمان مرة بدنا ننوه انه انا هان مش هاخد قيمة ان بواحد، لانه اي واحد بتساوي صفر، وهذا يعني انه كل الحدود الفردية زيرو، all odd is equal zero، لانه احنا بنجيب الاي ان كان الاي 2 اي 4 اي 6 الاعداد الرتب الزوجية بدلالة اي زيرو، والA1 والA3 والA5 إلى آخره بدلالة A1. بما أنه A1 صفر إذن كل القيم ذو الرتبة الفردية تستثنى. إذن نيجي على القيم الزوجية، وبما أنه الAN هي زوجية إذا خلينا نعتبر أن نبدلها باثنين أن. طيب let أن equal to أن. طيب فيصبح شكل معادلة رقم 5 بهذا الشكل. إعادة الصياغة حتى إن نتأكد نتعامل بقيم زوجية. فبصير A2N بتساوي ناقص A2N ناقص 2 على 2 تربيع في N في N زائد الـ P. احنا هن اخذنا الاثنين عامل مشترك مع الاثنين بصير 2 أس 2. لما اخذنا الجاما والبيتا فانكشن اخذنا من الريكيرنس ريليشن انه الجاما زائد B P1 بلس 1 ايكوال P ملتبلايد في جاما P، وبالتالي كمان جاما بي زائد 2 بتساوي بي زائد 1 في جاما بي زائد 1. جاما بي زائد 3 هي بي زائد 2 في بي زائد 1 في جاما بي زائد 1. وممكن ان نعيد صياغة معادلة رقم 6 ولعدة قيم. خلينا نبدأ بان 1. لو اخذنا ان بواحد تطلع هذه ناقص A نود على 2 تربيع في 1 في 1 زائد ال P، أو ممكن ال P بلس 1 أبدلها بجاما زائد 2 على جاما زائد 1، فتصبح شكل المعادلة كالآتي. إذا احنا جبنا A2 بدلالة A نود وحاولنا ان نكتبها بصيغ الجاما. نيجي لو اخذنا N ب2، شايفين في معادلة 6 خدوا N ب2 فبصير البسط A2 على المقام في عندي هان N2 في 2 زائد ال P، الاثنين بنضمها للاثنين تربيع بصير 2 تكعيب. لو استعنا بالمعادلة السابقة وعوضنا عن A2 هيها زي ما انتم شايفين، اما من هان او من صيغتها السابقة، هيطلع معي هان في المقام 1 زائد B في 2 زائد B. الواحد زائد B والاثنين زائد B شايفينهم هم عبارة عن جاما بي زائد 3 تقسيم جاما بي زائد 1، يعني ممكن الاي 4 يكون شكلها بهذا الشكل المبسط.
بنفس الوتيرة نفس الطريقة احنا ممكن نتعامل ب A6 هي A6 ناقص A4 على 3 فيكتوريال في 2 في 3 زائد البي، ولو عوضنا عن A4 من المعادلة السابقة لهذه طبعا احنا ممكن نستعين هذه مباشرة او في هذه الصيغة اللي قبلها، فهنلاحظ انه في المقام بيطلع لي 1 زائد بي في 2 زائد بي في 3 زائد بي، واللي هم عبارة عن جاما 1 زائد بي طبعا هذا في المقام تقسيم جاما 4 زائد 6، وهذه هي الصيغة النهائية لـ A6. إذا لو رجعنا إلى السيريز سولوشن لواي في حالة S بتساوي P وجينا أخذنا جميع الحدود، نرجع كمان مرة القيم اللي حناخدها لما تكون A0 A2 A4، إذا مرة حناخد N بصفر N باثنين، إذا حنشوف الحدود عندي هان مع مراعاة في حاجة يا جماعة بدكم تلاحظوها، إنه إحنا في الـ A6 والـ A2 والـ A4 والـ A6 شايفينهم مع بعض هدول؟ ها كلهم فيهم انود وجاما 1 زائد البي، ها انود في جاما 1 زائد البي بنطلعهم لبرا عامل مشترك. كمان احنا في القيم احنا اخذنا البي ثابت هلاقيه مكرر في جميع الحدود، احنا انا عندي اكس اس ان زائد اس، اس اخذناها بي، وبالتالي اكس السميشن على ان مش على بي، فاكس اس بي كمان عامل مشترك لانه موحد مع جميع القيم، فبالتالي واي بتساوي اي نوت اكس اس بي جاما 1 زائد البي، وبالتالي يتبقى في قيم السيريز للواي هاي واحد، طبعا احنا خلينا هاي في المقام جاما 1 زائد بي، حتى لما لو دخلنا هذه بيطلع هاي النتيجه 1، لانه احنا عارفين الحد الاول اي نود في اكس اس بي، والاي نود اكس اس بي طلعناهم برا القوس، اللي وراه ناقص 1 على جاما 2 زائد بي اكس على 2، طبعا وجود الاثنين المكرر في القيم احنا دخلناهم في قيمه اكس، يعني بدل ما نقول 1 على 2 تربيع اكس تربيع شلنا الاثنين تربيع وحطيناها وين؟ في الاكس على 2. نفس الاشي في الحدود الثانية، اذا حنلاحظ في قيم A2 و A4 و A6 احنا قلنا في هنالك قيم، شايفين هذه الاثنين هذه مكرر 2 اس 4 في الـ A4 فين 2 أس 2، كل هذه القيم مكررة، فلكن إحنا ضمناها لـ 2 أس تربيع في المقام و 2 أس 6 هم و 2 أس 4 كلها ضمناها في قيمة الـ X على 2. إذا إحنا صغنا الـ Y بدلالة X على 2 بدل ما هي بـ X، ممكن كمان الاكس شايفينها هذه نحط عليها 2، ها هذه بدل ما نقول اكس اس بي بنقول اكس على 2 اس بي مضروبه في 2 اس بي، حتى نعمل عمليه مماثله في شكل المعادله انه يكون هان اكس على 2 اس بي وكمان هان اكس على 2، حتى يكون في هنالك تماثل في شكل اللي هو البيسل فانكشن او الواي. للمعلومه احنا عارفين انه جاما 1 بتساوي 1، جاما 2 بتساوي 1، ممكن احنا ناخد A نود
بتساوي 1 على 2 اس بي في جاما 1 زائد بي. طبعا هذه مفهومه في الدوال اللي بناخدها في التطبيقات الفيزيائيه هي الأرثوغوناليتي، حتى يتوفر في الفانكشن اللي بدنا نوجدها اللي هو انها تكون أرثوغونال او أرثونورمال. الواي اللي احنا بنبحث عن حلها هذه يطلق عليها البسل فانكشن اوف ذا فيرست كايند، اذا هي داله بسل من النوع الاول اوف اوردر بي، واللي مشهور انه رمزها جي بي. لو جينا استخدمنا الأرثوغوناليتي كونستانت وعوضناه في جي بي بيطلع شكل جي بي اللي هي واي زي ما انتم شايفين، 1 على جاما 1 في جاما 1 زائد بي، اكس على 2 اس بي. لاحظوا احنا دخلنا الاكس على 2 الاكس على 2 اس بي دخلناها في السيريز، وال2 اس بي في الجاما 1 زائد بي احنا اخترنا الانود بتساوي مقلوبها حتى يتوفر عندنا مفهوم الأرثوغوناليتي. ونحصل في النهاية على هذا الشكل. لاحظوا البي هن مكررة والشكل بالسيريز المشهور للبسل فانكشن اوف ذا فيرست كايند والاوردر بي، وهي عبارة عن سيجما ان من صفر الى ما لا نهاية ناقص واحد اس ان على جاما ان زائد واحد جاما ان زائد بي زائد واحد في اكس على اتنين اس اتنين ان زائد بي. وهذا هو النوع الاول المشهور من البسل فانكشن. احنا هناخد في الفيديو التاني في المحاضرة التانية النوع الاخر لما ناخد البي بتساوي ماينس، يعني الاس بتساوي ماينس بي، وهو الحل الثالث.